الحقيقة أنا لما رجعت بكلمة طوبة، طبعا في مزمور واحد مطلعه في طوبة، مزمور 112 مطلعه برضو في طوبة، مزمور 84 نفس الشيء. ففي اللغة العبرية بيقول طوبة يا لغنى، يا للتميز، يا للتفضيل. لكن اللغة اليونانية كلمة طوبة بتيجي على كلمة في منطقة اسمها مكاريوس، دي كانت في أبروس وكانت أفضل منطقة في العالم من كل ناحية، سواء جغرافيا أو مناخيا أو من جهة الخيرات، فمتاحة فيها كل حاجة. فالرب كان عايز يوصل لهم حاجة. والحقيقة هي أساسا في اللغة اليونانية بتعني يا للتميز ويا للنعمة، وكأني أنا بقول الكلام ده بناء على ارتباطنا بالرب يسوع، مش مناخ ولا جغرافية بنعيش فيها أيها الأحباء، لكن وجدنا التميز في نعمته الغنية لما أتينا في مسكنة روحية.